السلام عليكم. اليوم راح نعرفكم على المستشفى نتاع العسكري نتاع تمن راست، والذي سوف يدشن في غضون اسبوع يعني بمناسبه عيد الاستقلال والشباب. وهذا المستشفى الله يعتبر واحد من اروع المستشفيات اللي راح تبنات في الجزائر، بحيث انه يعني من ناحية الهندسية والمعمارية يعتبر تحفة معمارية عالمية، وكذلك يعني هذا المستشفى، للعلم ان هذا المستشفى هو يعتبر المستشفى الثاني في تمن راست بعد المستشفى الجامعي تاع ذات 250 سرير، اللي راه يعني انتهت الاشغال منه. ودرت عليكم على المستشفى هذا الثاني تاع الجامعي، فيه فيديو تجدون العنوان تاعو في اخر هذا الفيديو. اذا اضافه يعني نوعيه لقطاع الصحه في الجزائر، وخاصه بالنسبه للجنوب الجزائري. ومبروك الناس تمن راست، والسلام عليكم.